نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث، والبداية بالعناوين. القائد العام المشير خليفة حفصر ينهي زيارته لدولة الإمارات ويعود لأرض الوطن. الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين الاعتداء على متطوعي الهلال الأحمر بالزاوية. وإقفال طريق سيد المصري في طرابلس بعد اختطاف موظف في السجل المدني. أهلا بكم. وصل أمس الثلاثاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن عائدا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحطت الطائرة الخاصة بالمشير في مطار المرج، وكان في استقباله عدد من الجنود والضباط بالقوات المسلحة. يشار إلى أن القائد العام كان قد التقى في زيارته لدولة الإمارات بعدد من المسؤولين فيها لتدارس عدد من الملفات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب. طالبت لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي في رسالة موجهة لرئاسة المجلس بإيقاف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني عن العمل وتحويله للتحقيق لتسببه بأوضاع أمنية خطيرة تتعلق بالأمن القومي حسب بيان اللجنة. يشار إلى أن مسألة إقالة الحكومة ورئيسها تحتاج لتصويت مجلس النواب بشكل علني والحصول على 132 صوتا من إجمالي النواب ليتمكن مجلس النواب من إقالة الحكومة. صرح رئيس ديوان وزارة الداخلية بالجنوب أحمد بركة سيدي لقناتنا أنه قدم استقالته من منصبه احتجاجا على التخبط في القرارات التي تتخذها الحكومة الليبية المؤقتة فيما يتعلق بوزارة الداخلية. يشار إلى أن أحمد بركة كان قد كلف لفترة بمهام وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة في عام 2015. دعت الحكومة المؤقتة كافة الأطراف المتنازعة في مدينة الزاوية إلى وقف إطلاق النار الذي تسبب في خسائر للمدنيين وموجة نزوح من المدينة. وجددت الحكومة المؤقتة في بيان لها دعوتها إلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليتها والإيفاء بوعودها تجاه الميليشيات المسلحة في طرابلس والمدن المحيطة بها وفق الاتفاق السياسي الليبي. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها لحادثة الاعتداء المسلح على مجموعة من المتطوعين التابعين للهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإجلاء العائلات والمدنيين العالقين بالمناطق والأحياء التي تشهد أعمال عنف واشتباكات بين الميليشيات المسلحة بالمدينة. اعتبرت اللجنة في بيان لها هذا الاعتداء انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وحملت اللجنة أطراف النزاع المسلح الدائرة بمدينة الزاوية، حملتهم مسؤولية أمن وسلامة العاملين بميدان العمل الإنساني والإغاثي والطبي أثناء قيامهم بمهام عملهم. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين. وجاء في البيان أن مكافحة الإفلات من العقاب من أبرز الملفات والقضايا الرئيسية التي تعمل عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا برصد ومتابعة وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والمدونين والعمل على الحد منها من خلال المكاشفة بهذه الجرائم والدعوة لمحاسبة مرتكبيها
وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي باتت متفشية في ليبيا. وأضاف البيان الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والمدونين بليبيا من جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال والقتل والتهديد والتعذيب في تصاعد مستمر، وعادة ما توثق الجرائم ضد ميليشيات مجهولة الهوية. أبدى نائب رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الأمنية استنكاره لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقالة مدير أمن بنغازي، واصفا إياها بالإشاعات المغرضة التي تسعى لنشر الفتنة. جاء ذلك خلال اجتماع جمعه مع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، نقل خلاله ثناء رئيس الحكومة على مجهودات كافة الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن بنغازي. كما ناقش خلال الاجتماع احتياجات المديرية مبدئيا استعداد الحكومة التام لتوفيرها في أسرع وقت، مؤكدا أهمية الاستقرار في مدينة بنغازي إلى ليبيا بالكامل. أصدر مدير مديرية أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي اليوم الثلاثاء توجيها إلى رئيس وحدة الانضباط في المديرية بضبط العميد سالم عبد الحفيظ قادير وإيداعه في حجز الانضباط. التوجيه الذي تحصلت عليه قناة الحدث على نسخة منه أكد أن ذلك تم وفقا لتعليمات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ولإثارة قدير الفتنة وشق الصف وإرباك المشهد الأمني بالمديرية. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في مدينة بنغازي ينضم إلينا مراسلنا مراسل قناة الحدث محمد العزومي. محمد، بداية أهلا بك. أهلا وسهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك. حدثنا محمد عن أوضاع مدينة بنغازي. طبعا اهلا وسهلا بك، ارحب بك وارحب بمشاهدي قناه ليبيا الحدث. طبعا بنغازي كالعاده اليوم كنا في جوله داخل المحور الغربي، قامت طائرات سلاح الجو بدك معاقل الارهابيين داخل منطقه قفوده واستهداف عربه مسلحه تسمى BNB كانت تتجول داخل منطقه قفوده، وتمت الاصابه 100% من قبل السلاح الجو. هذه الاصابه كانت مباشره. ايضا هناك اخبار ساره ربما الايام القادمه تاتي من منطقه قفوده لاقتحام المحور من جميع الجهات، من جميع النقاط الامنيه، نقاط الجيش المتمركزه داخل محور قفوده. من داخل بنغازي تجولنا كثيرا وتجولت عدسه قناه ليبيا الحدث داخل مدينة بنغازي. نعم. الشرطة متواجدة في الشوارع ورجال البحث الجنائي لازالوا يقومون بحملات تفتيش، وأيضا كانت هناك حملات قبض على بعض الخلايا النائمة داخل مدينة بنغازي. أيضا ننفي الإشاعة التي تواردت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها بالأمس عن إقالة العقيد صلاح هويدي، كانت هذه مجرد إشاعة ربما لشق الصف أو إثارة الفتنة داخل مدينة بنغازي، ولكن نائب رئيس الوزراء نفى هذه الإشاعة وأن مديرية الأمن بنغازي لازالت تقوم بعملها كل يوم على 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 أكمل وجه. نعم محمد، ماذا عن الوضع الأمني في مدينة بنغازي؟ هل شهد مثلا اختراقات بعد حادثة بوقعيس الأيام الماضية؟ حتى الآن رجال الأمن الداخلي والبحث الجنائي وغيرها من النقاط الأمنية متمركزين تمركز جيد ويعملون بكل جدية داخل مدينة بنغازي. كما تعلمين نوهنا في الأيام القليلة الماضية أن العقيد صلاح هويدي أصدر قرار بضبط أي سيارة من غير لوائح معدنية أو معتمة تكون معتمة. أيضا داخل مدينة بنغازي كما يعلم الجميع أن عادت الحياة من جديد، وأن رجال الشرطة والجيش يقومون بواجبهم على أكمل وجه محاصرة الإرهابيين في المناطق التي توجد بها اشتباكات. وحتى الآن مدينة بنغازي تعود للحياة من جديد ولا يوجد بها أي اختراق أمني، بل شهدنا صحوة رجال الشرطة من جديد ومتواجدون في أعمالهم في تمركزاتهم في كل شيء في كل شوارع مدينة بنغازي حتى ساعات الصباح الأولى. وأيضا تواجد الشرطة النسائية في معظم صمافروات مدينة بنغازي، هذا شيء إيجابي يوحي للعالم أن بنغازي عادت للحياة من جديد بعد سنتين طارتها من الحرب. نعم محمد، هل هناك معلومات جديدة بشأن السيارة المتفجرة التي أودت بحياة بوقعيس وغيره؟
حتى الآن تكتم أمني على هذه السيارة، تحاورنا كثيرا مع ضباط الشرطة والبحث الجنائي والأمن الداخلي، لم يعطونا أي معلومات كثيرة عن هذه السيارة. يقول لنا نحن نلاحق الجناء أن هناك معلومات سرية تتواجد على ضبط عدد من الشخصيات المتورطة في اغتيالات سابقة كانت، ربما هذا يؤشر أن الأمن الداخلي والبحث الجنائي يعملون بكل جدية. تكتم أمني كبير على هذه المعلومات، هذه معلومات سرية لا يريدون الخروج بها على وسائل الإعلام. حتى الآن لا توجد لدينا أي معلومة حقيقية عن هذا الموضوع. أشكرك محمد العزومي مراسلنا من قناة الحدث. قام مجموعة من المواطنين الغاضبين بإقفال الطريق العام بجزيرة سيد المصري في العاصمة الليبية طرابلس بسبب اختطاف موظف في مصلحة السجل المدني صباح اليوم الأربعاء. يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد انفلاتا أمنيا بسبب انتشار الميليشيات والعصابات المسلحة التي تمتهن عمليات الخطف والابتزاز. وفي سياق ذي صلة، قام موظفو شركة الخطوط الجوية الأفريقية في طرابلس باعتصام احتجاجا على قيام رئيس الشركة سليمان فورتية بتأجير طائرات الشركة لدولة تركيا. وطلب الموظفون في شعارات مكتوبة علقت على جدران مبنى الشركة بعودة الطائرات المؤجرة في أقرب وقت. كما كتبوا أيضا شعارات أن الشركة ملك للدولة الليبية وليست ملكا لرئيسها سليمان فورتية يتصرف فيها كما يشاء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أعمد بلدية شخرة يعلن انطلاق ثاني جولات الحوار غدا الخميس. أهلا بكم من جديد. أصدر المصرف المركزي في البيضة بيانا بشأن مؤتمر لندن الاقتصادي حول ليبيا، عد فيه المؤتمر تدخلا سافرا بشؤون البلاد وتحوم حوله الشبهات لكونه يضم شخصيات غير مخولة قانونيا لتمثيل المصرف، من بينهم المحافظ السابق الصديق الكبير. هذا وأدان المصرف وحذر في بيان له من أي تجاوزات من شأنها الالتفاف على القانون والعمل خارج الأطر الشرعية المتمثلة بمجلس النواب والأجهزة المنبثقة عنه، كما حذر من أي محاولات للمساس بالاحتياطات الليبية أو تسييل أموال المؤسسة الليبية للاستثمار أو تقديم أصولها كضمانات لقروض أجنبية أو عمليات مشبوهة مع شركات أجنبية. قام المجلس الرئاسي غير الدستوري بإنشاء غرفة أسماها غرفة الإعلام الطارئة ويترأسها عضو الرئاسي أحمد معيتيق. اللجنة التي شكلت بتوصية من السفارة الإنجليزية في تونس بدأت عملها في نشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يفسر انتشار الإشاعات خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل حول القوات المسلحة والحكومة المؤقتة بالأخص، ما سميت بالغرفة الطارئة، تسعى لتنفيذ مخططات المجلس الرئاسي غير الدستوري الذي باث عاجزا ومكروها من الليبيين، خاصة وأن أعضاءه متهمين بتقاضي رشاوى من الملاحق إبراهيم الجذران.
قام وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب وآمر الكتيبة المنحلة المهدي البرغتي 204 قام بزيارة لمنطقة الجفرة رفقة عدد من التابعين للمجلس الرئاسي الغير دستوري. ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق المرفوضة، استقبل البرغتي ما يسمى بأمر منطقة الجفرة العسكرية. يشار إلى أن هذه الزيارة للمهدي البرغتي إلى قاعدة الجفرة الجوية تأتي بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة قطر، وتعتبر قاعدة الجفرة المعقل الرئيسي لسرايا بنغازي الإرهابية التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والذي تعاون معها البرغتي فضلا عن تعاونه مع الملاحق إبراهيم الجدران وميليشياته الهاربة من الهلال النفطي. وفي سياق متصل، وصل إلى مطار معيتيغا بمدينة طرابلس المبعوث التركي أمر الله إشلار، يأتي ذلك بغرض تقديم الدعم والمشورة العسكرية من الحكومة التركية لتحركات ميليشيات الجدران والبرغثي للتجهيز للهجوم على الموانئ، والتي أشارت أنباء متواترة عن تجمعها حاليا بمنطقة الجفرة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أنها نفذت 3 غارات جوية في سرت يوم أمس ضمن عملية برق الأوديسا التي طالبت بها حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب لتنفيذ ضربات جوية محددة ضد تنظيم داعش في سرت وضواحيها، ليصل مجموع الضربات الجوية إلى 367 ضربة منذ بداية العملية في الأول من أغسطس الماضي. هذا وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها مؤخرا حجم الدمار الكبير الذي طال المباني والمنازل والبنية التحتية في مدينة سرت نتيجة المعارك الدائرة هناك والقصف الأمريكي على تنظيم داعش الإرهابي. أصدر عميد المجلس البلدي لبلدية شخرة بيانا بخصوص انطلاق ثاني جولات ملتقى شخرة للحوار السياسي الوطني، قال فيه إن الجولة الثانية ستكون للجان المشكلة من الملتقى الأول لحل ما وصفه بالانسداد السياسي في الحوار الليبي، مضيفا: نحن في انتظار وصول هذه اللجان اليوم لانطلاق الجولة الثانية من الحوار يوم غد الخميس. نحن في انتظار اللجان التي تم تشكيلها من كل الأطراف السياسية، فإن شاء الله يوم غد الأربعاء 2/11 ستكون هناك طائرة من طرابلس تنقل المجموعة اللي الحاضرة إلى الملتقى من طرابلس، وهناك طائرة من مدينة السلام مدينة طبرق سوف تنقل الإخوة أعضاء البرلمان إلى بلدية شخرة. فإن شاء الله ينطلق الحوار يوم 3/11/2016 يوم الخميس. انطلقت يوم أمس بالقاهرة فعاليات اليوم الليبي ضمن مونديال القاهرة الفني الخامس برعاية جامعة الدول العربية الذي يقام هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة وسط حضور مكثف. اشتمل اليوم الليبي على كلمة لرئيس الوفد الليبي التابع للحكومة المؤقتة رئيس هيئة الثقافة والإعلام خالد نجم وعدة معارض ورقصات فنية، إضافة إلى وصلات غنائية لعدة فنانين ليبيين وأصلات من التراث الليبي تمثلت في الرقص الشعبي وفنون الغيطة الشعبية. حد من الوفد الليبي موجود، دي فكره هايله جدا، وانا مبسوط جدا ان ليبيا مهتمه وبتيجي والحمد لله بتقوم على رجليها دلوقتي. ده حدث كويس قوي. الحدث متنظم كويس ومترتب، شايف الناس مهتمه بيه كويس، وشايف شخصيات كتير جدا. انا مبسوط ان الحدث ده معمول بالشكل ده في مصر.
النهارده انا هتكرم في المونديال ودي تاني سنه ليا ان انا اتكرم فيه. طبعا انا بشكر رئيس المهرجان دكتور ابراهيم ابو ذكري، وبشكر كمان المستشار الفني للمونديال استاذ عاصم المنياوي وكل القائمين عليه على اتاحه الفرصه دي ليا. وطبعا شرف كبير ليا ان انا بتكرم السنه دي في المونديال. ولمزيد من التفاصيل تنضم الينا من القاهره موفدة قناه ليبيا الحدث صفاء الحاسي. صفاء اهلا بك. اهلا بك غادة. ضعينا بدايه في صوره احداث مونديال القاهره وخاصه الوفد اللي فيه وكيف شارك. نعم، بالنسبه لمونديال القاهره للاعمال الفنيه والاعلام في دورته الخامسه برعايه جامعه الدول العربيه، نعم، بالامس لنا اليوم الخاص بالوفد الليبي المشارك في هذا المونديال. افتتح هذا اليوم بأولى العروض التي كانت في فرقة طرابلس للملوك والموشحات، حيث أقاموا عدة عروض فنية. أيضا كان هناك عروض لفرقة بنغازي للفنون الشعبية، قدموا عدة لوحات فنية تعبر عن الموروث الليبي وبكل جوانبه. أيضا كانت هناك مشاركة لفرقة نقوش الموسيقية. جاء بعد ذلك عدة فقرات فنية قدمها عدد من الفنانين القديرين الليبيين، منهم السيد فتحي كحلول وفوز المزداوي، أيضا الفنان وسيم عادل وائل البدر، وأيضا الفنان مرعي محمد. الملفت للنظر أو ما أسهل كل الحضور سواء من الوفد الليبي وأيضا من الجاليات العربية، أغنية قدمها الفنانين محمود الشبري وفوزي الصيرونة، تغنوا بها عن الوطن والأوضاع داخل ليبيا. هذه الأغنية التي أفكت كل الحاضرين وبالفعل أثنى كل الموجودين على هذه الكلمات. أيضا لو نتحدث عن اليوم الليبي، كان هناك العديد من الكلمات، منها كلمة وزير الإعلام أو رئيس الهيئة العامة للإعلام السيد خالد نجم الذي أثنى على دور اتحاد المنتجين العرب، موضح بأن هذه المشاركة تأتي ضمن جهودهم للم شمل الوطن، ولو ابتدأت هذه الجهود على الصعيد الثقافي والفني. أيضا كانت هناك كلمة للسيد إبراهيم ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، المستشار الإعلامي لمجلس النواب السيد حميد الصافي أيضا ألقى كلمة ناب فيها عن سيادة المستشار عقيلة صالح. أيضا قدم درع تكريم باسم مجلس النواب باتحاد المنتجين العرب. هذا الدرع يأتي ضمن شكر أو لفتة شكر من الدولة الليبية إلى الدولة المصرية. الحضور بالنسبة لليوم الليبي كان من جميع الجاليات العربية بمختلف الدول العربية. نعم. أيضا الوفد الليبي بكافة شرائحه سواء من فنانين أو صحفيين أو أدباء وكتاب. كذلك أعلن خلال المونديال عن اتفاق بين وزارة الإعلام الليبية واتحاد المنتجين العرب عن البدء في تصوير فيلم يروي قصة الملك الراحل إدريس السنوسي. في ختام هذا اليوم الليبي اختتم بتكريم لعدد من الشخصيات الفنية وأيضا من أعضاء اللجان المنظمة لهذا المونديال. بالنسبة ليوم غدا سيكون هناك معرض للموروث الشعبي والمقتنيات الليبية وأيضا المنتجات الليبية كالتمور وغيرها. نعم. يتخلله معرض لوحات فنية تشكيلية للفنان علي الوقواف. أشكرك صفاء الحاسي موفدتنا من القاهرة. مرض طيف التوحد كان موضوعا رئيسيا للمؤتمر العلمي الأول في مدينة طبرق، حيث كان الهدف منه خلق قنوات تواصل بين العاملين والمهتمين في هذا المجال. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يعني إصابة الإنسان بمرض أن يقف مكتوف اليدين أو ينتظر متى سيلفظ أنفاسه الأخيرة، بل عليه أن يعمل جاهدا حتى يوقف هذا المرض ويخفف من حدته. وهذا ما قامت به مدينة طبرق بعقدها لمؤتمر علمي حول اضطراب طيف التوحد بينما يعيشه أصحاب هذا المرض وما هو المأمول تحققه بهذا الخصوص. كان لهذا المؤتمر أبعاد وأهداف عدة حسب القائمين عليه، منها مد جسور بين طفل مريض طيف التوحد والمؤسسة العاملة في هذا المجال على مستوى ليبيا، بتطوير وتنمية العاملين بميدان التربية الخاصة بوجه عام ومجال طيف التوحد بوجه خاص. عندي هلا
الهدف الأساسي والهدف العام لهذا المؤتمر هو مد صور تواصل مع المؤسسات العاملة مع ضفل اضطراب طيف التوحد في ليبيا، وكذلك يهدف المؤتمر إلى تطوير وتنمية العاملين في هذا المجال، ابتداء من تعديل السلوك مرورا بتنمية المهارات وقوفا عند الدمج بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة. كما كشف من خلال هذا المؤتمر صحة البحوث العلمية التي أظهرت تأثير التغذية العلاجية في هذا المرض، حيث تبين صحة هذه البحوث من تحسين صحة المصابين باضطراب طيف التوحد من خلال التغذية العلاجية. لنا مشاركة في المؤتمر الأول لاضطراب طيف التوحد حول دراسة اضطراب طيف التوحد في شرق ليبيا وتأثير التغذية العلاجية في تحسين أحوال المصابين بهذا الاضطراب. وجدنا من خلال هذه الدراسة البحثية أن الكثير من البحوث العلمية أثبتت صحة دور الغذاء في تحسين أحوال المصابين بهذا الاضطراب. بهذا المؤتمر الأول من نوعه الذي عرض التحديات التي تواجه هذا المرض، كونوا قد وصل لمبتغاه من حيث وضع الحلول والمقترحات وتحفيز أسر أطفال طيف التوحد والتعرف على الاتجاهات الحديثة في هذا المجال. زار وفد من شركة البريغا للتسويق النفطية برئاسة عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية بمنطقة الوسطى والشرقية خيرالله صالح، زار شركة لزويتينا للغاز من أجل إرساء ناقلة الغاز المسال لتوصيلها إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها، كذلك لاختيار موقع لإنشاء مستودع لغاز الطهي برفقة عميد بلدية زويتينا حمد مقيص. إرساء ناقلة على ميناء زويتينا لتسهيل وصول مادة الغاز المسال لمدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها. وبنفس الوقت نحن في زيارة لبلدية زويتينا مع السيد عميد البلدية حمد مقيص بشأن تحديد موقع إنشاء مستودع غاز زويتينا اللي هنبدأ فيه بإذن الله في الأيام القريبة القادمة. المستودع هذا هيستفيد من وجود شركة زويتينا بقرب منه ويسيل مادة الغاز المسال ويتم بيعها وتسويقها للمنطقة ومناطق القريبة من مدينة بنغازي. قال أمير بوابة البيضان الملازم محمد الفاخري إنه تم القبض على مهربي سيارات من ليبيا إلى دولة السودان بإجراءات مزورة كانت جلها قادمة من المنطقة الشرقية ومتجهة إلى جالو ومن ثم إلى دولة السودان، مشيرا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. تم ضبط آلية ثانية وهي نفس النوع لاند روفر اللون أبيض متجهة من مدينة القبة إلى مدينة جدابية ثم إلى مدينة جالو، وبنفس الطريقة بيعت شخص سوداني جنسية ولا يوجد فيها أي مستندات كيف المركبة اللي قبلها، عبارة عن محضر استدلال عن ضياع مستندات وفي المحضر يقول ان مستندات تضاع. ويشار الى ان بوابه البيضان الدوريات العامه تابعه لوزاره الداخليه، فضلا عن انها المنفذ الوحيد الذي يربط بين مدينتي طبرق وجدابيه. تم القبض على الشاحنه تحمل السكر من قبل افراد البوابه وتم تسليمها الى افراد الحرس البلدي. بوابة سلطان موقعها موقع يعني اعتبار استراتيجي لانها على مفترق طرق وما فيش اي سياره تمر على مدينه جدابيه ولا ضواحي جدابيه الا تمر على بوابة سلطان، كانت تتجه شرقا الى جدابيه. قام افراد الامن ببوابه سلطان شرق مدينه جدابيه بالتعاون مع سريه خالد بن الوليد المقاتله التابعه للجيش الوطني، قامت بضبط سيارة محملة بمادة السكر المدعوم من الدولة مهربة لغرض المتاجرة بها في السوق السوداء وتحويلها إلى الحرس البلدي الزويتينا سلطان.
أقامت مدينة جدابية مهرجان العودة للمدارس بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد تحت إشراف منظمة الجيل الجديد للفنون بمشاركة مؤسسات ومنظمة المجتمع المدني على رأسها منظمة خليك إيجابي. كان هذا المهرجان بحضور وحماية من رجال أمن الشرطة والمرور على حد سواء. طبعا هو مهرجان العودة للمدارس لتشجيع الأطفال أنهم يبدوا في المدرسة وتشجيع حتى الأساتذة والمدراء المدارس بالعودة للمدارس. طبعا كما ما تشوف أن ما شاء الله يعني مشاركة من جميع معظم مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة للمدارس بمدينة جدابية. ونبقى في مدينة جدابية حيث قال مدير مجمع العيادات الخارجية بالمدينة علي بوخمادة إن هناك مشاكل جمة يمر بها المجمع من حيث قلة التخصصات والمعدات الطبية وكذلك قلة حقن الأنسولين الخاص بمرض السكر، فعلى الرغم من المجهودات الطبية إلا أنها غير كافية للمترددين على المجمع. توفر الحقن الأنسولين بالرغم من المجهودات المبذولة من الإمداد الطبي إلا أن الجرعات اللي تصل فينا ما كانتش تكفي لعدد المترددين بالعيادة، فالعدد البالغ 4320 متردد حسب السجلات الواردة عندنا بالمجمع العيادات الخارجية 4320، ونقدموا بطلبيات بال 500 حقنة توصل فينا بال 150 200 حقنة 300 ما يكونش كافيات لسد العجز والعلاج جميع المترددين بالمجمع العيادات الخارجية. والآن إلى الفقرة الاقتصادية. الفقرة الرياضية والزميل مراد الريان. البداية نخصصها لأخبار أقوى لقاءات المرحلة الثانية من الدور الخماسي من مسابقة الدور الممتاز التي تجمع الأهلي بنغازي مع النصر، إذ يسعى فريق المشوار الطويل تعويض النقاط التي فقدها من مباراة السويحلي في المرحلة الأولى عندما تعادل معه بدون أهداف. وقال مدرب فريق الأهلي بنغازي طارق ثابت في تصريح له لقناة ليبيا الحدث بأن هدفهم قبل انطلاق الدور الخماسي هو الحصول من أول جولتين على عدد لا يقل عن 4 نقاط. الأربع نقاط ما زالت ممكنة، معناتها ما زال عندنا ماتش دربي، ماتش نحضروه بالقدية، وإن شاء الله عازمين معناتها اللي باش نكون عندنا الانتصار من حليفنا باش نوصل مشوارنا ونحقق معناتها طموحاتنا وهدفنا اللي هو معناتها التتويج بالبطولة هذه. فيما أكمل فريق النصر تحضيراته للقاء الديربي الذي يجمعه مع الأهلي بنغازي بقيادة مدربه منير شبيل ضمن الجولة الثانية من الدور الخماسي، وحسب مصادر مقربة فإن الفريق سيدخل مكتمل الصفوف فيما عدا اللاعب محمد فتحي الذي يغيب بداعي الإصابة، وسيحاول فريق اللاعب الجميل إرضاء جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام فريق المدينة بـ2 لواحد عندما التقيا على ملعب طرابلس الدولي. وحاولت ليبيا الحدث الحصول على تصريحات من الجهاز الفني لفريق النصر قبل اللقاء المقبل لكنهم رفضوا ذلك. في ليلة اجتمعت فيها أجمل ما يمكن أن تشاهده في كرة القدم، قلب فريق مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد تأخره بهدف إلى فوز بـ3 أهداف
ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. تقدم البلوغرانا أولا عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 21 عندما سدد كرة زاحفة بعد أن استلم تمريرة من النجم البرازيلي نيمار. نجح بعد ذلك أصحاب الأرض في تحويل تأخرهم إلى فوز بثلاثة أهداف عن طريق الكاي غوندوغان في الدقيقة 39، ثم سجل الهدف الثاني بمهارة كيفن دي بروين في الدقيقة 51. اختتم غوندوغان أهداف اللقاء بإحرازه هدفه الثاني قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي، بعد أن جاءته الكرة التي اصطدت بزميله الأرجنتيني أغويرو. بهذا الفوز رفع السيتيزن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما بقى الفريق الكتالوني في الصدارة برصيد 9 نقاط. ضمن فريق باريس سان جيرمان مكانا له في الدور 16 عندما خطف انتصارا مهما من مضيفه بازل السويسري بهدفين لهدف مساء الثلاثاء على ملعب سانت جاكوب بارك في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى. تقدم الباريسيون بهدف السبق بعد أن اصطدمت الكرة بكعب قدم اللاعب ليز ماتويدي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. عدل بازل بهدف رائع جاء نتيجة تسديدة قوية من مسافة بعيدة بقدم السويسري لوكاس يوفي في الدقيقة 76، ورفض البلجيكي توماس مونيير أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل بعدما حول كرة جاءته من عرضية في مرمى بازل عندما سددها على الطائر، ليتأهل باريس سان جيرمان بهذا الفوز رفقة شريكه في الصدارة أرسنال الذي انتصر هو الآخر على لودغوريتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلى الدور المقبل بعدما رفع رصيدهما إلى 10 نقاط. في لقاء آخر عاد بايرن ميونخ الألماني بالنقاط كاملة من مواجهة بيز في آيندهوفن عندما تغلب عليه بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 14. لم تمضي سوى 14 دقيقة حتى تقدم آيندهوفن برأس سانتياغو أرياس بهدف مشكوك في صحته. انتفض بعد ذلك العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي فقلب تأخر فريقه إلى انتصار بهدفين الأول بعد أن نفذ ركلة الجزاء في الدقيقة 34، الثاني عندما ترصد لعرضية أرضية جاءته من ألبا قبل الدخول في الدقيقة 45، ليحافظ بهذا الفوز بايرن ميونخ على وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الفريق المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تغلب على روستوف الروسي بهدفين 2-1. قبل أن نسدل الستار على جولتنا تعالوا لنتابع معا ما اخترناه من أهداف مباريات الثلاثاء من البطولة الأجمل في القارة الأوروبية. نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها.
القائد العام المشير خليفة حفتر ينهي زيارته لدولة الإمارات ويعود لأرض الوطن. الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين الاعتداء على متطوعي الهلال الأحمر بالزاوية. وإقفال طريق سيد المصري في طرابلس بعد اختطاف موظف في السجل المدني. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث دوت تي في. شكرا للمتابعة، في أمان الله.